السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم فيديو شرح لطريقة طباعة من الرام بالطابعة الـ XP320. أول شيء نخلي الرام هنا، هاي الفتحة الخاصة به. راح يبدأ يقرأ عندنا. نجي على الخيارات اللي هي نختار الفوتو برنت، نبدأ نختار من الصور، طبعا نختار هنا هاي الصورة وننطي أمر طباعة مباشر.